إلى ذلك توافدت شخصية سعودية على مسجد الدولة الكبير لتقديم واجب العزاء في شهداء جامع الإمام الصادق عليه السلام، وسط إجماعا على ضرورة الوحدة الوطنية وتلاحم الكويتيين في مثل هذه الظروف. هؤلاء هذه الفئة التكفيرية والإرهابية والمتطرفة التي تثبت يوما بعد يوم لكل إنسان ذو عقل أن هؤلاء لا يمتون إلى الإسلام بصلة، بل لا يمتون إلى الإنسانية بصلة. من يقوم بهذه الجرائم وبهذه الطريقة في شهر رمضان وفي بيت الله وفي فريضة والناس السجود لله عز وجل، هذا يكشف ويعري حقيقة هؤلاء ومن يتبع أو من يؤيد أيضا هؤلاء. نقول للشعب الكويتي الحبيب، لابد لكم أن تتحملوا هذه الأزمة وهذه الحادثة والفاجعة الكبيرة، ولا بد أن نعمل سويا من أجل إجهاض مخططات العدو الذي بدأ يستهدف المنطقة بأكملها. ومن أجل أن نجهض هذه الأهداف فعلينا أولا أن نتلاحم فيما بيننا وأن نتوحد وأن نتآخى، وكذلك علينا أن نقوم بإجراءات تؤمن لنا كرامة كل فرد في هذا الوطن وفي الوطن الخليج بأكمله. ما في شك أن الإرهاب يستهدف اللحمة الوطنية في الخليج بصفة عامة، واستهدفنا في الأحساء. بدأ في الواقع بالدالوة في ليلة العاشر من المحرم، راح ضحية هذا الإرهاب 7 من قرية الدالوة و 1 من قرية المنصورة، وواقعا توالت الأحداث في القديح ثم في الدمام، وها نحن نراهم الآن في حبيبتنا الكويت الشقيقة. إنما يسلينا في مثل هذه المصائب العظيمة والفجائع الكبيرة إن قتلانهم شهداء عند الله يرزقون. أنا أوجه مقطع من قصيدة لكل إرهابي يعني ينوي أن يزلزل هذا الاستقرار وهذا الأمان في الخليج أو في كل أوطان العالم. أقول له: كلما سجرت دربي سأغني، كلما فجرت سربي سأغني، كلما أوجعت قلبي سأغني. أنا لا كنت ولا كانت حياتي أبدا إن لم أكني، إنها ذاتي. وشكرا أيها الخوف، لأني سأصلي الآن بالدنيا صلاة المطمئن، ثم لن أخرج مني، سأغني وأغني وأغني. نحن نعرف بأن الكويت هي البلد الطيب والنبراس ليس للخليج بل للدول العربية، وهي نموذج أيضا في العالم الإسلامي في التعايش السلمي. ونحن عشنا أيضا فترات متقطعة في الكويت ورأينا التسامح بين أهل الكويت والحب المتبادل والوئام والانسجام بين أهل الكويت، ولذلك يعني نحن نرى أن هذا الحادث لن يفت في عضد الكويتيين، لأن الكويت بطبيعتها هم أهل ألفة وسلام ووئام فيما بينهم.